أنتم عنصريين، فراستكم تحث على العنصرية، تتحدثون عن الشعر الخشن وصفة الشدة والغلظة، وتتحدثون عن اللون الأسمر أن من صفاته كذا، وحب حرص على المال، وهذه عنصرية. كثير ما نسمع هذا الكلام. الفراسة الحديثة التي أسسها المؤسس العالمي لعلم الفراسة الحديثة الدكتور عصام السلوادي مبنية على الشريعة الإسلامية. إذا عدنا إلى حقيقة العلم وطريقة التفكير المستنيرة، والله ما وجدت إلا في ديننا، ما وجدت إلا في الإسلام، إلا في التربية النبوية الشريفة علمتنا الفراسة الحديثة. أننا عندما نفكر في الأمر وعندما نرى الأشياء لا نراها إلا بمنظور حقيقي صحيح. محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. العنصرية أني أحط شعب أفضل من شعب، قوم أفضل من قوم، أسفل بهؤلاء القوم وأمدح هؤلاء القوم على دون أساس، على فأسمي هذا الشعب شعب الله المختار، أسمي العرب مثلا كالعلوم الغربية لا ينفعون إلا للخدمة ولأمور لا يحسن ذكرها، أسمي الإفريقيين هم أشبه بالحيوانات. لكن نقل وتناقل هؤلاء الباحثون الصفة التي تخصهم وجعلوها في أفضل حال. مثال ذلك، قالوا إن العرب والحيوانات قريبون من بعضهم البعض، أي أننا نحن بالدرجة الأعلى. قالوا أن أصحاب الوجوه العريضة الطويلة التي هي في الأصل إنجليزية هم أذكى البشر، الوجوه المتوسطة اللي هم العرب هم أغبياء ولا يصلحوا لسياسة ولا يصلحوا لعمل ولا لإدارة، فقط هم خدم وبعض القضايا التي لا يليق أن نقولها عنهم. وقالوا أن أصحاب البشرة السوداء اللي هم الأفارقة هم حيوانات، خرجت نظرية دارون على نفس القضية. هذه العنصرية. أما لما أنا أصف مجرد أن من صفات هذا الإنسان شعره مثلا خشن أو يكون لونه أسمر وطبيعة أنه يكون عملي وصفاته الطبية كذا، طبيعي أن يكون فيه شدة وغلظة. أنا مو قاعد أذمه ولا قاعد أمدحه، صفة قد يستخدمها سلبا وقد يستخدمها إيجابا. قل لي الغلظة ليست إيجابية، أقول لك الله قال ما يكون حرب بين المسلمين والكفار وليجدوا فيكم غلظة. فأنا كذلك لما أجي أتحدث عن أصحاب الأنوف مثلا الحادة أنهم صفتهم العناد، هل أنا جالس أمدحهم؟ لا، فالعناد صفة قد يستخدمها على غير هدى وغير حكمة، قد يستخدمها في الثبات على الدين. لما تحدث عن شعب مثلا منطقة جبلية هم طبيعتهم كذا قساة، الطبيعة والمكان تحتم عليه من القسوة، هل أنا قاعد أذمهم؟ لا. والدائرة الثانية تسيطر على الإنسان ولا دخل له فيها، وكذلك لا يحاسب عنها مطلقا. ومثال ذلك، لا دخل للإنسان في نسبه وطوله ولونه وشعره وجنسه وغيرها من الصفات من الأشياء التي قدرها الله له ليختبره فيها ويجزيه عليها إن أصلح وأفلح. الصفة المتحكم فيها قال الله، قال الرسول، التربية، التنشئة، الأفكار السليمة فقط. ولذلك نردد في جميع الفيديوهات، في جميع البوستات، المظلة الفكرية. لذلك نجير جميع أفعالنا يجب أن تكون ضمن سكة حديد واضحة، ألا هو قال الله وقال الرسول. والله أنا أعرف فلان، أعرف من قريبي ما فيها الصفة. طيب قريبك فيه دين، أثر فيه أفكار، تربيته مختلفة، انظر بنظرة شمولية للفراسة، انظر بنظرة أعمق. فالفراسة للمستنيرين، لكن من ينظر بعين قاصرة وأفق ضيق ويريد أن يصطاد في الماء العكر، فراستكم عنصرية، تحثون على العنصرية. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبئ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فأين العنصرية في الفراسة؟ تابع قناتنا على اليوتيوب وتواصل معنا عبر سناب شات، إنستغرام، واتساب.